نعم تفضل خالد. نعم أسمعك في هذه اللحظات. نعم الجنازة من المتوقع أن تصل في هذه اللحظات هنا في بلدة جبع إلى مقبرة البلدة بعد أداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد كامل علاونة وإلقاء نظرة الوداع عليه في منزل العائلة. الشهيد كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليد وكذلك أيضا في البطن، أدت إلى إصابة مباشرة في الكبد وأحدثت نزيفا. أجرت الطواقم الطبية في مستشفى ابن سينا عمليتين جراحيتين ورقد داخل غرفة العناية المكثفة خلال 24 ساعة الماضية، إلا أن النزيف استمر وأعلن عن استشهاده ظهر هذا اليوم. مع استشهاد الشهيد كامل علاونة يرتفع عدد الشهداء هنا في مدينة جنين منذ بداية هذا العام إلى 28 شهيدا واستمرار للتصعيد الإسرائيلي المدينة. الشهيد سمي بهذا الاسم تيمنا بشقيقه كامل علاونة استشهد من خلال وحدات خاصة إسرائيلية في انتفاضة الأقصى الثانية في العام 2003 أثناء قتالية بالقرب من بلدة باقة الغربية في عملية لكتائب عز الدين القسام وسرايا القدس، واحتجز جثمان شقيقه لمدة 10 سنوات قبل تسليمه. سمي تيمنا ويحدث في فلسطين أن ذات الشهيد بالاسم ذاته يعيش مرتين ويستشهد مرتين. كان من المفترض أن يكون الشهيد كامل علاون على مقاعد الدراسة وهو طالب للثانوية العامة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من إجراءاته الخارجية الفلسطينية أدانت الجريمة وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد المستمر والذي يستبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، ومطالبة في ذات الوقت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضرورة التحرك الميداني. للحديث أكثر إن يتسع لنا الوقت ينضم إلينا في هذه اللحظات السيد عطاء أبو رميلة أمين سر حركة فتحنا في جنين. 28 شهيد، تصعيد مستمر منذ بدء العام وعمليات عسكرية مكثفة، أين تذهب الأمور ميدانيا في جنين؟ يعني الأمور أصلا ذاهبة ميدانيا، أنه صراع مفتوح ومعركة مفتوحة مع الاحتلال في كل على امتداد كل الأرض الفلسطينية. نابلس قبل أيام، في سلواد، في كل المناطق صراع مفتوح، المعركة لن تنتهي. الاحتلال يريد أن يكسر شوكة وإرادة وعزيمة شعبنا، لكن هذه الإرادة وهذا الإيمان بالله سيستمر. هذا السلاح الذي يتمسك به الشعب الفلسطيني بعدما تآمرت ويتآمر علينا كل الدول، كل الدول تتآمر مع الاحتلال في مزيد من الإجرام ومزيد من القتل ضد شعبنا الفلسطيني. المعركة من الاحتلال مفتوحة، لن تتوقف، لن تنتهي. هذا الشهيد لحق بشقيقه الشهيد قبل 18 عاما كامل علاوني، وسمي تيمنا باسم شقيقه ولحق بشقيقه شهيدا. الشهيد كامل استشهد في آخر أيام التوجيه، وهذا الشهيد أيضا قبل يوم من الثانوية العامة، ولكن الله سبحانه وتعالى أرزقه الشهادة، ولا نستطيع إلا أن نقول إلا الحمد لله رب العالمين. يعني من المنتظر جولة من التصعيد الإسرائيلي زيارة الرئيس الأمريكي، وكان هنالك مطلبا إسرائيليا أمريكيا عفوا يتعلق بتهدئة الوضع. الآن الأمور ميدانية ما بعد هذه الزيارة، هل من المتوقع أن تكشر إسرائيل عن هجمة أكبر مما شهدناه منذ بدء هذا العام؟ الأمريكان هم الراعي الأكبر للإرهاب والراعي الأكبر. في أوكرانيا ولا يقاتل مع الشعب الفلسطيني، فكلهم مجرمون. لا منعول، لا بايدن ولا مؤسسات دولية، لا فيش هناك مؤسسات دولية ولا في حقوق إنسان ولا في جنايات دولية، كلها كذبة عالمية تسيطر عليها الصهيونية. احنا متمسكين بإرادة شعبنا، احنا مش سائلين عن بايدن ولا غيره. احنا إن شاء الله النصر إنا، والاحتلال يهزم يوما بعد يوم، والجرائم لم تتوقف والمقاومة لن تتوقف. أشكرك جزيل الشكر السيد عطاء أبو رميلة أمين سر حركة فتح هنا في مدينة جنين. هنا ترقب في بلدة جبع إلى الجنوب من المدينة لوصول جثمان الشهيد كامل علاونة إلى مقبرة البلدة لمواراته الثرى.
أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجنازة عليه في مسجد البلدة، والآن محمولا على الأكتاف يتم نقله في هذه اللحظات وسط صيحات من الغضب وإطلاق للرصاص، ويتقدم هذا الحشد الكبير عدد كبير من المقاومين والمسلحين الفلسطينيين هنا إلى مقبرة البلدة، من المتوقع أن يصل خلال الدقائق القادمة. الخارجية الفلسطينية كانت قد أدانت طبعا هذه الجريمة وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية. بالأمس ما حدث في تفاصيل وحيثيات استشهاده حاجز لجيش الاحتلال الإسرائيلي هنا إلى الجنوب من مدينة جنين بهدف التضييق على مرور الفلسطينيين من وإلى المدينة وباتجاه مدن شمال الضفة الغربية. اندلعت مواجهات على إثر الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية. أطلق خلال هذه المواجهات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص بصورة عشوائية، أدت ذلك إلى إصابة الشاب كامل علاونة برصاصة في اليد وأخرى في البطن، اخترقت الكبد بصورة مباشرة وكانت من نوع الرصاص المتفجر التي أحدثت نزيفا استمر لساعات رغم إخضاع الشاب كامل علاونة لعمليتين جراحيتين داخل مستشفى ابن سينا، إلا أنه أعلن عن استشهاده ظهر هذا اليوم متأثرا بجراحه صباح هذا اليوم. كان هنالك بيان صحي صدر عن إدارة مستشفى ابن سينا في مدينة جنين تحدثت بصورة رسمية عن تدهور خطير وأن الحالة الصحية والطبية للشاب كامل علاونة هي حرجة للغاية، وبالفعل هذا ساءت الأمور وأعلن عن استشهاده. هنا في البلدة الحال كما بقية البلدات، لكل شهيد قصة وحكاية، واليوم يعني أعادت الذاكرة باستشهاد الشهيد كامل علاونة الذكرى إلى العام 2003. كان اسمه كامل علاونة، وكأن قصص الشهداء تتطابق في الحيثيات وكافة التفاصيل. هذا ما كان لكامل، والآن على ما يبدو أن جثمان الشهيد اقترب على وقع استمرار إطلاق الرصاص هنا في بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين حيث يتم تشييع جثمان الشهيد كامل علاونة. هذا يأتي طبعا بعد يوم من استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله مطر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكانت سلسلة من الوقفات لهذا اليوم في مدن الضفة الغربية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتكريس سياسات الإهمال الطبي في بحق الأسرى الفلسطينيين. هنالك حسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني 18 8 أسرى مقعدين و40 أسيرا من الحالات الطبية الخطيرة ونحو 500 أسير بالأمراض الكلية. هذا بالتأكيد التصعيد في أكثر من محور في المشهد الحياتي الفلسطيني، سواء كان يتعلق في مواجهة الاحتلال والتصدي لعمليات الاقتحام أو المداهمات الليلية والاعتقالات أو حتى اقتحام المقامات الدينية أو حتى ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين. بصورة كبيرة نحو تفجر الأوضاع على اختلاف المشهد في المنطقة. بدأ لربما المواطنون في هذه اللحظات هنا في المنطقة بالقرب من مقبرة البلدة في بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين على موعد وصول جثمان الشهيد كامل علاونة الذي أعلن عن استشهاده ظهر هذا اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي. تسمعون ونستمع في هذه اللحظات لأصوات إطلاق الرصاص في عموم البلدة في تشييع جثمان الشهيد في هذه اللحظات، يعني أقل من دقيقة وتصل جنازة الشهيد إلى المنطقة التي نتواجد بها هنا في بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين، حيث انطلقت المسيرة مبكرا في مدينة جنين من مستشفى ابن سينا وصولا إلى مستشفى جنين الحكومي محمولا على الأكتاف، يعني تم المرور بعدد من شوارع وأزقة مدينة جنين، المدينة التي تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة منذ نحو عام بعمليات مداهمة وكذلك أيضا اغتيالات، والوصول إلى ما يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم وصول إلى البنية التحتية لأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية تحت ما أطلق عليه عملية كاسر الأمواج. يدعى جيش الاحتلال خلال الفترة الماضية بإحباط سلسلة من العمليات وكذلك اعتقال عدد من المشتبه بهم. هذا المشهد ضاعف من وتيرة الأوضاع والاحتقان في الشارع
الشارع الفلسطيني ورفع من عسكرة المشهد في التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ ثمة عمليات إطلاق نار وتبادل لعمليات إطلاق النار، سواء كان ذلك في مدينة جنين أو مخيم مدينة جنين أو قرى وبلدات مدينة جنين. وانتقل المشهد من المدينة شمال الضفة الغربية إلى أول أمس على الأقل ليل الخميس الجمعة في مدينة نابلس، حيث أصيب 3 مستوطنين وقائد فرقة لواء السامرة في جيش الاحتلال بعد اشتباكات مسلحة عنيفة أثناء اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف. دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي على وقع هذه العمليات إلى إخلاء محيط القبر والانسحاب. وبالتأكيد هذا المشهد كما قلنا يعني يضاعف من المشهد التصعيدي في مناطق الضفة الغربية على اختلاف مناطقها. نعم، شكرا جزيلا لك خالد بودير مراسلنا من مدينة جنين، شكرا جزيلا لك، وبالطبع سنعود إليك كلما جد جديد.